السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي من مركز تنمية الإبداع الدولي. معكم الست سارة فاضل وحل أسئلة الفصل التاسع القوة والطاقة. في نهاية درسنا السابق أشرنا إلى ضرورة حل أسئلة مراجعة الفصل ومقارنتها مع الأجوبة التي سأعطيها لكم اليوم. أرجو فتح الصفحة 165 في كتاب العلوم. ملخص مصور. القوة إما دفع أو سحب. تؤثر القوة في الأجسام فتحركها أو تغير اتجاه حركتها أو توقف حركتها، وتكون حركة الأجسام على السطوح الملساء أسهل من حركتها على السطوح الخشنة. تستعمل بعض الآلات البسيطة كالبكرة والعجلة والمحور لرفع الأجسام الثقيلة وتحريكها. ننتقل الآن إلى المفردات. أكمل كل من الجمل الآتية بالكلمة المناسبة. الكلمات الموجودة عندنا: الموقع، القوة، الحركة، الاحتكاك، السطح المائل، آلة بسيطة، العتلة، العجلة والمحور، الأسفين، البريمة، البكرة. أولا، مكان الجسم مقارنة بجسم آخر يسمى فراغ، يسمى الموقع. اثنان، تحتاج إلى فراغ لتحريك الأجسام، تحتاج إلى القوة لتحريك الأجسام. ثالثا، آلة بسيطة وهي عبارة عن لفات حلزونية كثيرة مثل البرغي تسمى البريمة. رابعا، تساعدني فراغ على تحريك ونقل الأشياء بسهولة. تساعدني العجلة والمحور على تحريك ونقل الأشياء بسهولة. خامسا، تغير موقع الأشياء يسمى الحركة. سادسا، القوة التي تبطئ حركة الأشياء أو توقفها تسمى الاحتكاك. سابعا، آلة بسيطة تستعمل مع حبل أو سلسلة حول مجرى عمله تسمى البكرة. ثامنا، آلة بسيطة نستعملها لكي تساعدنا على رفع الأشياء ببذل قوة قليلة هي العتلة. تاسعا، يستعمل فراغ لنقل وتحريك الأشياء صعودا ونزولا بسهولة لتقليل الجهد المبذول. يستعمل السطح المائل لنقل وتحريك الأشياء صعودا ونزولا بسهولة لتقليل الجهد المبذول. عاشرا، مستويان مائلان وضعا معا مثل السكين والفأس يسمى فراغ، يسمى الأسفين. تعد العتلات فراغ، تعد العتلات آلة بسيطة. نقلب الآن إلى الصفحة 166. مراجعة الفصل: المهارات والأفكار العلمية. أجيب عن الأسئلة التالية بجمل تامة. السبب والنتيجة: لماذا تكون الحركة على سطح أملس أسهل من الحركة على سطح خشن؟ وذلك لأن السطح الخشن يحتوي على نتوءات وأخاديد تعرقل حركة الأجسام، عكس السطوح الملساء التي تحتوي على نتوءات وأخاديد أقل أو لا تحتوي على نتوءات وأخاديد. التلخيص، النقطة الثالث عشر: أذكر الأنواع الستة من الآلات البسيطة واستعمالا واحدا لكل منها. أولا، العتلة. العتلة بمن تساعدنا على تحريك الأشياء. العجلة والمحور تستعملان لنقل مواد البناء. السطح المائل يساعدنا على تحريك الأشياء صعودا.
الأسفين يستعمل للقطع والحفر. البريمة أو اللولب سطح ما اللف حوله محور يستعمل لتثبيت الأشياء. البكرة تستعمل لنقل الأشياء الثقيلة ورفعها. هذه هي الأنواع الستة الآلات البسيطة واستعمال كل منها. الاستنتاج: كيف تستعمل الآلات البسيطة في مدرستي؟ نستعمل كثير من الآلات البسيطة في المدرسة، لكن سنختصر قسم منها. مثلا نستخدم العجلة والمحور في غلق الأبواب، نستخدم السطوح المائلة لرفع الأشياء الثقيلة. إذا كان عندنا بالمدرسة مثلا طابق ثاني نريد نصعد لأشياء ثقيلة ما نقدر نحملها، نصعدها بواسطة السطوح المائلة. نستخدم آلة الكبس أو المشابك الورقية، نستخدم المقصات ونستخدم الساعات. كل هذه هي آلات بسيطة نستخدمها داخل المدرسة، ويوجد الكثير غيرها. التفكير الناقد: ما الآلات البسيطة التي توجد في مطبخ منزلنا أو مطبخ منزلي؟ المطبخ يحتوي على الكثير 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 من الآلات البسيطة. قسم منها سوف نعدده مثل كسارة الجوز، خفاقة اللبن، السكين، والخلاط الكهربائي. النقطة السادسة عشر: الكتابة التوضيحية. ما الآلات البسيطة التي يستعملها المزارع؟ أصنفها بحسب أنواعها وأوضح كيف تساعده في عمله. يستخدم المزارع الكثير من الآلات البسيطة تساعده في عمله. من هذه الآلات مثل الفأس، والفأس يعني الأسفين، مقص الزرع أيضا ممكن نقول عنه أسفين، البكرة لرفع المزروعات بعد الحصاد يعني الكميات الكبيرة من المزروعات، المنشار لقص الأشجار، السطح المائل. طبعا المنشار ممكن نعتبره من آلات القطع اللي هي ترجع إلى الأسفين، السطح المائل لرفع المزروعات والأسمدة والطين والتراب أو التربة، العجلة والمحور لحمل الأدوات. كل هاي آلات بسيطة يستخدمها المزارع في المزرعة وتسهل عمله. الفكرة العامة: ما تأثير القوة في حركة الأجسام؟ للقوة تأثير كبير في حركة الأجسام، فالقوة تغير من حركة الأجسام، فقد تعمل القوة على تحريك الأجسام الساكنة أو تزيد من سرعة حركة الأجسام المتحركة أو تغير من اتجاه حركتها. مثلا القوة تزيد من سرعة الدراجة المتحركة، أو القوة تزيد من تغير اتجاه حركة الدراجة يمينا أو يسارا، وأغير اتجاه الحركة كما في ضرب كرة التنس باتجاه زميل آخر. القوة هي التي تحرك كرة القدم عند ضربها باتجاه زميل آخر. كل هذه هي تأثير للقوة على حركة الأجسام. التقويم الأدائي: الآلات البسيطة. أجمع صور لمجموعة من الآلات البسيطة. طبعا تعرفنا بالدرس السابق على مجموعة من صور الآلات البسيطة. ممكن تسوي نشاط عزيز التلميذ وتجمع أدوات أو آلات بسيطة موجودة عندك بالمنزل وتعددها. في ورقة نكتب في قائمة بالآلات البسيطة التي وردت في هذه الفصل، وترسم صورة لكل آلة بسيطة وتسجل المعلومات اللي تعلمتها عن كل آلة. نختار نوعين من الآلات هي البكرة والعجلة. نذكر بما تتشابه هذه الآلات، طبعا أشرنا إلى هذا الشيء بالدرس السابق، ما هي نقاط التشابه بين العجلة والمحور والبكرة. أيضا تضيف إلها نقاط الاختلاف. أختر الإجابة الصحيحة: ما الآلة البسيطة التي أستعملها عند رفع الستائر المعدنية؟ نستعمل العدسة أم البكرة أم الأسفين أم السطح المائل؟ الآلة البسيطة التي أستعملها عند رفع الستائر المعدنية هي البكرة. إلى هنا نصل إلى نهاية أسئلة مراجعة الفصل القوة والطاقة. ننتقل الآن إلى درس
الصوت وخصائصه. ابقوا معي أعزائي. ننتقل الآن أعزائي التلاميذ إلى الفصل العاشر، الطاقة الصوتية. سندرس في هذا الفصل الصوت وخصائصه وانتقال الصوت في المواد. درسنا لهذا اليوم هو الصوت وخصائصه. سنتعلم في هذا الدرس أن الأصوات متنوعة وتحدث نتيجة اهتزاز الأجسام، وأيضا للأصوات خصائص محددة، والأصوات لها أهمية في حياة الكائنات الحية. انظر عزيزي التلميذ إلى الصورة الموجودة أمامك. ما هذه الصورة؟ هذه الصورة صورة طائرة. هل تعرف ما هو صوت الطائرة؟ وهل صوت الطائرة مزعج أم محبب للسمع؟ ألاحظ وأتساءل، أسمع أصواتا مختلفة كثيرة ومتنوعة، كيف يحدث الصوت؟ سنتعلم خلال درسنا لهذا اليوم الصوت وخصائصه، كيف يحدث الصوت. تابع معي الفيديو التالي. كيف نسمع الأصوات؟ نسمع عن طريق الأذن. وكيف تصل إلى الأذن؟ نحن لا نرى إلا القسم الخارجي من الأذن، أما باقي الأذن فهو داخل الرأس، والأذنان تلتقطان الأصوات التي تدخل خلال ممر إلى داخل الرأس. أريد أن تشرحي لي أكثر من فضلك. انتبهي إلي جيدا، سأرمي هذا الحجر في بركة الماء، وعندما يقع في الماء لاحظي التموجات التي يحدثها، وهذا يشبه ما يحدث عندما نسمع أي صوت، فتحدث تموجات تصل إلى الأذن عن طريق الهواء. وكيف تصل؟ كل صوت يحدث موجات غير مرئية تنتقل إلى أذاننا، فترسل الأذن رسالة إلى الدماغ الذي يخبرك عن نوع هذا الصوت. أسمع صوت طنين نحلة وصوت طائرة. وهناك أصوات لا نسمعها إلا بمساعدة آلة خاصة لأنها ضعيفة. هل تذكرين عندما كنت مريضة السماعة التي استخدمها الطبيب حين فحص لك صدرك؟ أذكر ذلك. السماعة تجعل الأصوات داخل الجسم أعلى، فحين يفحصك الطبيب يعرف شدة مرضك. إن الأصوات المرتفعة مزعجة جدا، مثل بكاء أختك الصغيرة في منتصف الليل. هل يسمع جميع الناس؟ لا، فمنهم من لا يستطيع السمع ويدعى الأصم، ويستطيع التفاهم مع الآخرين عن طريق تعلم قراءة الشفاه. كيف يتفاهم الصم بعضهم مع بعض؟ للصم لغة خاصة هي لغة الإشارات. هل جدي أصم؟ لا، سمعه ضعيف فيستخدم المسمع. ما هو المسمع؟ جهاز صغير يلتقط الأصوات ويجعلها أعلى. ولما لا أستعمل مسماعاً؟ احمدي الله فأذناك سليمتان جدا. اسمعي. أسمع صوتا جميلا هو صوت العصفور الذي على الشجرة. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من العرض السابق. والآن مع فقرة أقرأ وأتعلم، الفكرة الرئيسة التي نستخلصها من درسنا لهذا اليوم هو أن الصوت شكل من أشكال الطاقة ويحدث نتيجة اهتزاز الأجسام. مفردات الدرس لهذا اليوم: الصوت، الحبل الصوتي، الضوضاء، نوع الصوت وعلو الصوت ودرجة الصوت. كيف يحدث الصوت؟ لو أغمضت عيني لفترة بسيطة فإنني أسمع أصوات مختلفة، مثلا صوت منبه الساعة الذي يوقظني في الصباح، كذلك صوت زقزقة العصافير الذي يضرب الأذان، كذلك أسمع في النهار عديد من الأصوات كأصوات وسائل النقل المختلفة، كأصوات القطارات، أصوات السيارات، أصوات الطائرات، كذلك أصوات التحدث بين الناس. وحين أخلد إلى النوم بالليل أسمع أصوات مختلفة أيضا، مثل أصوات صفير الرياح وأصوات بعض الحيوانات كالقطط وطائر البوم والكلاب. تشترك جميع هذه الأصوات التي أسمعها بشيء واحد، بأنها تحدث نتيجة اهتزاز الأجسام. ولاحظت في النشاط أن الصوت يحدث نتيجة الاهتزاز. إذن ما معنى الصوت؟ الصوت هو شكل من أشكال الطاقة الذي أسمعه يحدث نتيجة اهتزاز الأجسام. ما المقصود بالصوت؟ هو شكل من أشكال الطاقة الذي يحدث نتيجة اهتزاز الأجسام. فعند النقر مثلا على وتر مشدود كالأوتار الموجودة في الآلات الموسيقية، فإن هذه الأوتار تتحرك إلى الأعلى والأسفل نتيجة لاهتزاز الوتر، فإن الهواء أيضا المحيط بها يهتز
فتنتقل هذه الاهتزازات في الهواء بعيدا عن مصدر الاهتزاز في جميع الاتجاهات، فتصل إلى أذاننا فنسمع الصوت. فمثلا في آلة الطبل كيف ينشأ الصوت؟ ينشأ الصوت من اهتزاز غشاء آلة الطبل، وكذلك في آلة العود ينشأ الصوت من اهتزاز الأوتار. عندما أضع أصابعي على حنجرتي وأتكلم بصوت مسموع، فأنني أشعر أن شيئا ما يهتز تحت أصابعي. فصوت الإنسان مثلا يصدر من أين؟ يصدر صوت الإنسان من الحنجرة. يوجد في الحنجرة طيتان، ماذا تدعان هذه الطيتان؟ تدعان بالحبل الصوتي. ما المقصود بالحبل الصوتي وما هو الحبل الصوتي؟ الحبل الصوتي هو طيتان توجدان في الحنجرة تهتزان أثناء الكلام فيتولد الصوت. جميعنا عندما نتحدث كيف يتولد الصوت الصادر من الفم أو من الحنجرة؟ يتولد الصوت أثناء اهتزاز هذان الطيتان اللتان تدعان بالحبال الصوتية. هو الحبل الصوتي هو طيتان توجدان في الحنجرة تهتزان أثناء الكلام فيتولد الصوت. أهمية الصوت للإنسان وأهمية الأصوات من حولنا. للصوت أعزائي التلاميذ أهمية كبيرة في حياتنا، فالتواصل فيما بيننا يتم عن طريق الكلام، ونسمع أصوات مختلفة. بعض هذه الأصوات تكون مريحة للأذن وبعضها تكون مزعجة. من الأصوات المريحة صوت زغزغة العصافير، صوت الآلات الموسيقية، وبعض الأصوات تكون منبه لنا لأحداث معينة كصوت الإسعاف أو الإطفاء أو الهواتف أو صوت جرس المدرسة. وقد يصبح أن يكون الصوت مزعجا لا تستريح الأذن لسماعه، مثل أصوات الصراخ وأصوات آلات الحفر، وهذا يدعى بالضجيج أو الضوضاء. كما أشرنا في فصل التلوث أن الضوضاء هي نوع من أنواع التلوث، والضوضاء أو الضجيج هو أصوات مزعجة للأذن تسببها الأصوات العالية والحادة أو الآلات كآلات الحفر وأصوات الطائرات والسيارات. أفكر وأجيب، أستنتج، أختار أربعة حيوانات وأبحث عن أسماء أصواتها، مثلا صوت الكلب نباح، صوت القطة نواء، صوت الحصان صهيل، وصوت الأسد زئير. التفكير الناقد، أفكر وأفسر لماذا أسمع صوت أسناني عندما أحركها وأنا صامت. أسمع صوت أسناني عندما أحركها وأنا صامت لقرب أسناني من طبلة الأذن. ننتقل الآن أعزائي التلاميذ إلى خصائص الصوت. ما خصائص الصوت؟ جميع الأصوات التي أسمعها يوميا تختلف عن بعضها، فمثلا أستطيع أن أميز صوت البلبل من صوت القطة وصوت القطار من صوت الطائرة، أفرق بينهم، أميز، أعرف أن هذا صوت طائرة، هذا صوت قطار، هذا صوت سيارة، هذا صوت زمار أو بوق، هذا صوت عصفور، هذا صوت قطة، صوت كلب، أميز بين الأصوات. كما أميز صوت جرس البيت من المنبه اللي بالهاتف، فالخاصية التي تجعل الأذن قادرة على تمييز الأصوات بحسب مصدرها تسمى نوع الصوت. أعرف أن هذا نوع الصوت راجع لمن؟ راجع الإنسان أم حيوان أم إلى آلة، وهو أحد خصائص الصوت. أما درجة الصوت فهي الخاصية التي نستطيع بواسطتها تمييز الأصوات الحادة كصوت المرأة أو الأصوات الغليظة كصوت الرجل. كما تعرفون أن صوت المرأة لا يشبه صوت الرجل، صوت المرأة يكون رفيع وحاد وصوت الرجل يكون غليظ، مثل ما نقول خشن. وأيضا صوت العصافير يكون حاد وعالي، أما صوت الأسود فيكون غليظ. وتعتمد درجة الصوت على عدد الاهتزازات التي يصدرها مصدر الصوت. كذلك يجب علينا التمييز بين الأصوات العالية والأصوات المنخفضة، أي أن الأصوات القوية والأصوات الضعيفة، وهذه الخاصية تسمى علو الصوت. علو الصوت هو شنو؟ هو الصوت الشديد ذو الطاقة العالية الذي يصل إلى الشخص البعيد، فصوت الطائرة أشد
من صوت السيارة. تعالوا يا أصدقائي خلينا نشاهد الفيديو التالي ونعرف شنو قصده بخصائص الصوت. تابعوا معي. إيه اللي بيحصل عشان يطلع صوت حاد ورفيع زي صوت العصافير أو صوت الست؟ وإيه اللي بيخلي فيه أصوات تانية غليظة أو خشنة زي صوت زئير الأسد أو صوت الراجل؟ في تجربة في كتاب العلوم لتانية إعدادي ممكن تعرفنا ده، مفهوم درجة الصوت. الأدوات: كتاب كبير، قلمين، أستك. الخطوات: نجيب كتاب كبير ونربط الأستك ونحط قلمين تحت الأستك على طرفين الكتاب. هنضغط بصبعنا السبابة الشمال على الأستك من على بعد 10 سنتي من قلم واحد منهم، ونحرك الأستك بصباع السبابة اليمين. نكرر نفس التجربة كذا مرة بس مع تغيير طول الأستك في كل مرة. المشاهدة: هنلاحظ ان كل ما قل طول الجزء المهزوز من الأستك كل ما هتزيد حدة الصوت، والعكس صحيح. التفسير: كل ما قل طول الجزء المهزوز من الأستك كل ما هيزيد تردد الجزء المهزوز ده فتزيد حدة الصوت، والعكس كمان صحيح. وده نفس الكلام الموجود في الأحبال الصوتية عند الحيوانات أو الإنسان. فهنلاقي إن الأحبال الصوتية عند المرأة طولها حوالي 1 سنتي بس، وعند الراجل أدخن وأطول فبيبقى طولها حوالي 1.6 سنتي. بعد مشاهدة الفيديو السابق والتعرف على خصائص الصوت والتمييز بين غلظة الصوت وحدة الصوت، ننتقل إلى الصور التالية. انظر عزيزي التمييز، هذه صورة هاتف وصورة مكبر صوت. أي الصورتين أعلى صوت، مكبر الصوت أم الهاتف النقال؟ الجواب يكون مكبر الصوت أعلى صوتا من صوت الهاتف النقال. كيف؟ مكبر الصوت يقوم بتضخيم الصوت بحيث يكون الصوت أكثر علو، أما الهاتف النقال فيكون الحد اللي ينسمع به صوت الهاتف النقال حد غرفة واحدة فقط. مثلا أنت موجود بالمدرسة، أكو جهاز هاتف موجود عندك بالصف، تسمع صوت الهاتف. لما تطلع من الغرفة ما راح تسمع بعض صوت الهاتف، حدك فقط في الغرفة الموجود بها أنت. أما مكبر الصوت عند التكلم به في المدرسة يسمع جميع من في المدرسة بكافة الصفوف مهما كان بعدها صوت مكبر الصوت. نستنتج من هذا أن الصوت مكبر الصوت أعلى من صوت الهاتف. أفكر وأجيب، أستنتج أيهما صوته حاد، صوت المرأة أم صوت الرجل؟ الأكثر حدة هو صوت المرأة، أما صوت الرجل فيكون غليظ. التفكير الناقد، لماذا تهتز طبلة الأذن عندما تمر شاحنة كبيرة؟ صوت الشاحنة الكبيرة يكون ضخم جدا، لهذا ترسل اهتزازات على الصوت اللي يصدر عن الشاحنة، يصدر اهتزازات تحمل عن طريق الهواء. عندما تصل إلى طبلة الأذن تصل هذه الاهتزازات الكبيرة وتؤثر في طبلة الأذن وتصيبها بالاهتزاز أيضا، وذلك لضخامة صوت الشاحنة. بعد أن أتممنا درسنا لهذا اليوم الصوت وخصائصه، نصل إلى أسئلة مراجعة الدرس. ملخص مصور: يحدث الصوت نتيجة اهتزاز الأجسام. للصوت خصائص هي نوع الصوت ودرجة الصوت وعلو الصوت، وللصوت أهمية كثيرة أو كبيرة في حياتنا. الفكرة الرئيسية: ما سبب حدوث الصوت؟ سبب حدوث الصوت هو اهتزاز الأجسام. ماذا تسمى عملية تحرك وتر مشدود إلى الأعلى وإلى الأسفل؟ تسمى هذه العملية اهتزاز، وهذا الذي يسبب الصوت، أي أن الاهتزاز هو الذي يسبب الصوت. عندما أتحدث وأضع يدي على حنجرتي أشعر باهتزاز، ما الذي يهتز؟ الذي يهتز هو الحبل الصوتي. ماذا أسمي الأصوات المزعجة وغير المريحة؟ تسمى بالضجيج أو الضوضاء. خامسا، لماذا يحدث الصوت؟ يحدث الصوت بسبب اهتزاز الأجسام،
ونتيجة لذلك يهتز الهواء المحيط به، وبعد أن يهتز الهواء يحمل هذه الاهتزازات في جميع الاتجاهات فتصل إلى أذاننا فنسمع الصوت. التفكير الناقد سادسا، لماذا لا يصدر صوت من الجسم الساكن؟ لا يصدر صوت من الجسم الساكن لأنه لا يهتز، وبالتالي لا تنتقل هذه الاهتزازات عبر الهواء فتصل إلى أذاننا. سابعا، من الأصوات التي تسبب الضوضاء، صوت البلابل أم آلة حفر الشارع أم صوت الموسيقى أم صوت القطة. من الأصوات التي تسبب الضوضاء هي آلة حفر الشارع. ثامنا، ينشأ صوت الطبل نتيجة اهتزاز غشائه أم نوع صوته، مساحة غشائه أم علو صوته. ينشأ صوت الطبل نتيجة اهتزاز غشائه. وإلى هنا نصل أعزائي التلاميذ، تلاميذ الصف الرابع، إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، الصوت وخصائصه. على أمل اللقاء في درس آخر من دروس العلوم للصف الرابع الابتدائي من مركز تنمية الإبداع الدولي. في أمان الله وحفظه.